هاي خوش نزله مبينه. لا 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 من الحين ياخذ السلاح اول شيء. لا خصم اخذ السلاح. خلينا نشوف شلون نقدر ينهزم. طبعا حاليا بدت مغامره. خلينا نشوف ينجو لو ما ينجو. حاليا هو مرتاح نفسيا هذا اللي قاعد يركض حاليا. ليش؟ قاعد ينهزم. ما بتوقع بالتعليقات ينهزم لو ما ينهزم. قبل ما ينتهي المقطع. يتوقع بالتعليقات خسارة. طبعا انا بعد نفسي اقول انه راح ينجو. انتوا شو تقولون ينجو لو ما ينجو؟ خاصة اذا خصم مالتك او اللي قاعد يلحق وراك عنده شتجن يعني ما عنده سلاح عادي لا شتجن. طبعا شباب لا تنسون تشتركون من قناتي وانطون لايك. هل هو نجي حلو راح يروح على البيت الثاني او العمارة الثانية. حلو ما شاء الله تحركات السريعة الصراحة يعني هو يعتبر محترف. هاي بعد وراء ترى ببليس لا صدق. حلو حيب على العمارة الثانية. لا دمه نقص صار نقطة. ينجو لو ما ينجو؟ هذا صوت اكو واحد ثاني؟ لا صوت رجين ثاني يمكن. ما شاء الله يا شباب. لا شوي يقصر. مو من ورا الشوتجن رايد يقصر من ورا الدم. تشوفون؟ حلو تواجهه. والله شباب نجي. لاحظ لا صدق تبعه.